استاذ ابراهيم من الجيزه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لك السلام. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذ سامح؟ انا استاذ سامح. مين اللي معايا؟ انا منصور مع حضرتك. طب منصور معانا يا جماعه لسه. طيب يا استاذ منصور انت منين؟ من اسيوط؟ من اسيوط. اهلا بيك اتفضل. كنت قلت لحضرتك الاسبوع الماضي عن البوابه اللي هي لها اكثر من سنتين عطلانه. حصل انت كلمتني واحنا بلغنا الري يا استاذ منصور. الري استاذ احمد بيقول لي ان الري بعت لودر، بس يا احمد احنا الري بيبعت لودر عشان يرفع البوابه، انما احنا عايزين احلال وتجديد للبوابه، لان هو يا منصور انت لما كلمتني قلت لي ان كل ما بتيجي تفتحوا المناوبه بيجيبوا اللودر يفتح البوابه وبعد كده يقفلها، صح؟ صح كلام مظبوط. علشان البوابه دي محتاجه احلال وتجديد يا احمد، انا مش ما يهمنيش ان هم يبعتوا لهم لودر. يا استاذ منصور هي اللودر جه فتح لكم الميه. اللودر ده احنا جبناه على حسابنا احنا يا باشا. جه على حسابكم انتم كمان. استاذ منصور. طيب بشكرك. يا استاذ احمد وللسيد وكيل وزاره الري باسيوط. الناس دي علشان تروي بتروح تجيب لودر يرفع بوابه تعدي الميه. وبعد ما بتخلص المناوبه بيروحوا يجيبوا لودر تاني على حسابهم يقفلوا. تخيل ان انا بدل ما بفتح بحبس. او عندي بوابه بتتحرك بروح اجيب لودر عشان اشتغل وبضطر ان انا ادفع فلوس، والامتى هيفضل الوضع ده؟ ما هو البوابه دي مش هتستحمل تاني، يعني هي استحملت في مرحله او في فتره لكن هيجي لها وقت هتقول لك لا شكرا وتنهار خالص. السيد وكيل وزاره الري باسيوط يا استاذ احمد نكلمه تاني لو سمحت، الموضوع مش موضوع لودر يفتح ويقفل الميه.